السلام عليكم وليدات. انا في هذا الفيديو هذا غنديروا تصحيح ديال سلسله التمارين ديال درس التيار الكهربائي خاص بجذع مشترك علمي عربي بطبيعه الحال. اذا في هذا الفيديو غنديروا تصحيح ديال التمرين الاول. اذا تصحيح ديال التمرين الاول من السلسله، اذا يمر تيار كهربائي شدته اي كتساوي 10 اس ناقص 3 امبير خلال دقيقه واحده في موصل. سؤال المطروح هو: احسب كمية الكهرباء وعدد الالكترونات التي تمر عبر مقطع هذا الموصل خلال هذه المدة. نعطي او كتساوي 1.6 × 10⁻¹⁹ كولوم. اذا المعطيات ديالي اللي عندي في التمرين ديالي هما شدة التيار الكهربائي اللي هي كتساوي 10⁻³ امبير، وعندنا دقيقة واحدة يعني عطاونا دلتا تي المدة الزمنية اللي هي 1 مينوت. فاهمين؟ 1 مينوت. وعطاونا واحد الحاجة أخرى اللي هي الشحنة الإبتدائية اللي هي 1.6 × 10⁻¹⁹ كولوم. السؤال الأول هو أحسب كمية الكهرباء، فاهمين؟ إذا كمية الكهرباء فين شفناها في الدرس؟ كمية الكهرباء شفنا أن علاقة بين شدة التيار وكمية الكهرباء هي كالتالي: أن إي كتساوي كمية الكهرباء سيغ على دلتا تي. وبالتالي إذا بغيت كيو كمية الكهرباء هي كيو كتساوي إي فوا دلتا تي. فاهمين؟ كما كنعرفوا غير في الدرس ان اي كتكون باش بالامبير، كي كتكون بالكولومب اقلوا عليها كي هي كولومبيه هذه السي، ودلتا تي كتكون بالسكوند. وبالتالي غنديروا التطبيق العددي ديالنا. اي عندنا هي 10⁻³ في دلتا تي اللي هي 1 مينوت اللي هي سين سكوند. فاهمين؟ كنحولوا من المينوت للسكوند. اذا كي بعد ما نحسبوها غنلقاوها تقريبا هي 6 × 10⁻²² كولومب. كنكونو جاوبنا الشق الأول من السؤال اللي هو أحسب كمية الكهرباء. تخي بيان. ألوغ بالنسبة لدوزيام الجزء الثاني من السؤال اللي هو حدد عدد الإلكترونات وأحسب عدد الإلكترونات اللي تمر في الموصل الأومي. حنا كنعرفو واحد العلاقة عندنا في كمية الكهرباء وعدد الإلكترونات، يعني إذا عدد الإلكترونات عدد الالكترونات التي تمر عبر المقطع خلال المده الزمنيه ديال تي اللي هي 1 مينوت. ديال تي كتساوي 1 مينوت هي كالتالي: حنا كنعرفوا ان كيوش كتساوي هي هاد العلاقة هادي تتساوي كيو تساوي اي دلتا تي، وكتساوي هاد العلاقة اخرى اللي هي ان عدد الالكترونات فوا الشحنة الابتدائية. فاهمين؟ اذا انا بغيت ان عدد الالكترونات كتكون هي كيو على او. اذا حصل الحظ ان كيو حسبتها في السؤال اللي قبل، نعوض انا اعطوا ليا في المعطيات ديالي اللي هي هادي. وبالتالي يكفي انني ندير تطبيق عددي باش نلقى عدد الالكترونات ديالي اللي هي كالتالي: 6 × 10⁻²² على او اللي هي 1.6 × 10⁻¹⁹. بيان سيغ خاص العدد ديال ان هذا عدد الالكترونات خاص يكون عدد كبير بزاف، و الى خرج لك شي عدد صغير عرف راسك راك غلط، لان عدد الالكترونات يكون واحد العدد كبير بزاف التي تمر في واحد مقطع من موصل اومي. فاهمين؟ ان دابا التطبيق العددي غتعطينا تقريبا 3.75 × 10⁻¹⁷. تشوفوا ان 10⁻١٧ الالكترون، يعني كاين عندي 3.75 × 10⁻١٧ الكترون. فاهمين؟ اذا حتى هنا كنكون ساليت التصحيح ديال هذا التمرين. هذا تلقاو في التصحيح ديال التمرين الثاني.